ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعادة أمين أمانة الأحساب، أصحاب السعادة والسيدات، أصحاب السعادة السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية تقدم ببالغ الشكر والامتنان الأمين لأمانة الأحساب ممثلة إدارة المسؤولية المجتمعية لدورها الرائد في تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم الأمن المجتمعي في الأحساء. منذ أن تأسست الجمعية كان هدفها ولا زال وهو إبراز الصورة الحقيقية عن المملكة العربية السعودية ومجتمعها العالم. تجسد ذلك في مجموعة من البرامج والمبادرات كان آخرها احتفال الجمعية بفعالية اليوم الوطني بشعار وطن يبهر العالم، حيث تم استقبال أكثر من 1200 زائر من مختلف دول العالم على مدار 3 أيام بجهود أكثر من 50 متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات المجتمع الأسري، والذين تركوا الأثر الإيجابي والمستدام لدى جميع الزوار والسياح. وللدور البارز للإعلام، أطلقت الجمعية بمناسبة اليوم الوطني فيلم قصير باللغة الإنجليزية بقالب درامي تمثيلي يعرف المملكة بشكل عام وبالأحساء بشكل خاص. ومن نحو إطلاقه تم انتشاره في مختلف دول العالم بمشاهدات تخطت 100,000 مشاهدة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعد هذا الفيلم الذي تم إنجازه إسهاماً قيماً ومبادرة نوعية في تعريف المملكة للعالم. في الختام، أتقدم بالشكر لإمانة الأحساب على هذا التكريم، ولا أنسى الجهود